وللوقوف أكثر على أداء طهران في مباحثات الملف النووي الإيراني الذي أثار حفيظة واشنطن والغرب ومآلات ذلك على مستقبل العلاقات الإيرانية الغربية، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة. أهلا بك سيد نوري. بداية، عنونا مراقبون الجولة الأخيرة لمباحثات الملف النووي الإيراني بجولة التسويف الإيراني، ما الهدف الذي تسعى إليه إيران من الخروج من هذه الجولة باللا شيء؟ مساء الخير. التسويف الإيراني لم يبدأ اليوم، وإن سموه هذه الجولة جولة تسويف، منذ بداية المفاوضات النووية في حتى السنين الماضية كان هذا، يعني إيران تأدي هذا الدور بشكل وآخر، هدفها تضييع الوقت، مماطلة، وإلى حتى تكملة مشروعها، المشروع الذي تبينت كل ملامحه، أي عسكرة المشروع لديها عدة مواقع نووية تعمل على القسم العسكري من هذا المشروع الوسيع، وبناء على هذا التسويف أيضا يتماشى مع هذه السياسة الإيرانية، وجزء من العالم الغربي المتفاوض مع إيران أيضا مسبقا يعلم به، لديه علم بهذا التسويف في الواقع. هذا ما يحدث في المفاوضات، لكن هناك أعضاء آخرين هم أكثر حساسين، وهي الولايات المتحدة ومن يقف معها ضد هذا المشروع، ولكن الأوروبيين بشكل آخر مماطلين ومتماشين مع المشروع الإيراني. إلى سؤال آخر سيد نوري، يعني أسابيع قليلة حددتها القوى الأوروبية للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن الملفات العالقة، سواء على مستوى ملفها النووي أو صواريخها البالستية، ما هي توقعاتك للتكتيك الذي ستخوضه ربما إيران في الجولة المقبلة من المفاوضات في فيينا؟ كل ما ينشر في طهران هذه الأيام لتوقعاتي أنا، إنما ما نقرأه من خلال مقالات الكتاب الحكوميين والمنظمين أو المنضوين تحت الإطار، يعني الفرع أو الإطار المتشدد في إيران والحاكم في إيران اليوم، يتحدثون إنه يجب إيران أن تجهز إلى الدفاع عن نفسها بين قوسين، يعني يجب أن تذهب إلى الحرب، أن يعني كان هناك يعني فرض عليها من شيء من هذا القبيل، بمعنى آخر أن إيران تماطل وتلعب حتى يعني آخر دقائق، ربما في آخر دقائق أو في الوقت بدل الضائع ربما يدخل خامنئي ويستخدم صلاحياته اللامحدودة أيضا في هذا الملف، وبشكل آخر يتم طوي هذا الملف لصالح القوى الغربية. بحسب الوكالة الذرية فإن هناك معلومات ناقصة من كاميرا مراقبة في بعض المواقع النووية الإيرانية، وإعلام أمريكي يؤكد أن هناك 4 شبهات عسكرية في أنشطة إيران النووية. إذا ثبت ذلك سيد نوري، كيف سيكون رد الفعل الغربي تجاه هذه المراوغات الخطيرة التي تتبعها إيران في ملف حساس كهذا؟ الجانب الغربي هو من أعطى المجال وفسح المجال بشكل كبير أمام النظام الإيراني للتلاعب والمواطنة في هذا الملف، بما في ذلك هو قضية تكسير الكاميرات، إغلاق بعض المواقع، منع المفتشين من زيارة المواقع النووية وإلى آخره. هذا ليس لأول مرة تحدث، لكن يعني متماشين معه الجانب الأوروبي متماهي كبير بشكل كبير مع النظام الإيراني، وهذا هو موضع قلق وموضع اختلاف بين الأوروبيين وبين الولايات المتحدة هنا يعني. ولكن من جهتها لا، أيضا منظمة الطاقة الذرية من جهتها أيضا تنشر تقرير، والتقرير قد يستخدم في مجلس الأمن في المستقبل. إلى سؤال آخر سيد نوري، يعني كيف ترى سياسة رئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن تجاه إيران؟ وهل السياسة الناعمة التي يتبعها في واشنطن يمكن أن تثني إيران عن خطوتها باتجاه تخصيب أكبر لنسب اليورانيوم في الأيام القادمة؟ سياسة بايدن لن تثني طهران من اتباع سياستها، أي في عسكرة الموضوع وعسكرة الملف، عذرا عسكرة المشروع النووي على أي شكل من الأشكال. سنين مرت على هذا الملف وعلى هذا المشروع، وإيران تماطل، وحكومات مختلفة كانت في البيت الأبيض، ولكن إيران لم تقف يعني مكتوفة الأيدي أمام هذا السياسات الولايات المتحدة والبيت الأبيض، إلا أن ربما يحدث شيء خلال
يعني فترة معينة في المستقبل القريب شيء يحاك ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، أو ما بين الولايات المتحدة وجهات أخرى أيضا تنضم لها في ردع هذا الموضوع بشكل يعني على شاكلة يعني حرب محدودة أو إلى آخره، أو هجوم على بعض المنشآت العسكرية. نعم، إلى السؤال الأخير سيد نوري، يعني هناك خبراء في الأمن القومي الأمريكي طلبوا من بايدن إعادة دبلوماسية التخويف مع طهران. السؤال، هل تعتقد أن التدريبات التي وافقت عليها واشنطن مع تل أبيب، هل تعتقد أنها كافية لردع إيران؟ كما ذكرت في سؤالك السابق والرد عليه، يعني هنا طهران لن يردعها إلى الردع الحقيقي إلا أن تدمر هذه المشاريع وهذه المحطات النووية العسكرية والمراكز العسكرية للأعمال النووية، يجب ردعها بشكل عملي وبشكل عيني وإلى آخره، وإنما مناورات عسكرية هنا وهناك بين الولايات المتحدة وإسرائيل أو غيرها، أو حتى حصارها اقتصاديا لن يفيد هذا الموضوع، لأنه عازمة على إنتاج القنبلة النووية وهناك من يعمل على هذا الشيء. ونشاهد أنه يعني مؤشر البؤس في إيران فرق 150 درجة، يعني مش يعني شيء عالمي الآن. 70% هناك لدينا تضخم، 70% من الناس هناك بطالة وإلى آخره، وكل هذا يعني إيران تصب كل ما لديها على المشروع النووي حتى تكملة هذه القنبلة. بمعنى آخر أي أنها عازمة 100% أن تكمل هذه القنبلة، لن يردعها إلى الردع الحقيقي وهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية العسكرية. الكاتب الصحفي الأحوازي نوري حمزة، شكرا جزيلا لك.